النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي سنتحدث بها عن الأمور التالية. سنتحدث في البداية، طبعا هناك استقرار مؤقت متوقع للأجواء بمشيئة الله تعالى ليوم الثلاثاء. الأمر الآخر، سنتحدث أن هناك منخفضا جويا من الدرجة الثالثة من المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء. والأمر الآخر، هناك موجة من الجليد متوقعة ليلة الأربعاء على الخميس. كما سنتحدث عن فرص تساقط الثلوج في المملكة. في البداية، صور الأقمار الاصطناعية الحديثة تشير إلى أن هناك كميات من السحب والغيوم التي أثرت على سماء المملكة، قد تحركت مبتعدة عن المملكة، وذلك مع رحيل المنخفض الجوي الذي تأثرت به المملكة خلال 24 ساعة الماضية، والذي صنف بأنه من الدرجة الثانية. في حين كما نلاحظ أن هناك كميات كثيفة من السحب والغيوم تظهر في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب والغيوم هي مرافقة لاندفاع جديد لكتلة هوائية تعتبر أشد برودة من الكتلة التي سبقت، وهي ذات أصل قطبي. يمكن ملاحظة هذه الكتلة الهوائية الباردة عبر نماذج التنبؤات الجوية العددية ومن خلال خرائط توقعات درجات الحرارة للطبقات القريبة من سطح الأرض. فهذه الخريطة تشير إلى أن اللون الأزرق هو لدرجات الحرارة ذات المستويات المتدنية من هذه الكتلة التي تعتبر قطبية ودرجات حرارة متدنية للغاية. اللون الأخضر هي درجات الحرارة الباردة، واللون الأصفر ذات درجات الحرارة الدافئة. نلاحظ اعتبارا من ساعات يوم الثلاثاء تقدم هذا الهواء البارد تدريجيا باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويستمر بالتقدم التدريجي ليغطي كافة ومعظم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط. كما تلاحظون هذا اللون الأزرق اعتبارا من ساعات فجر يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتعمق تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة القطبية اعتبارا من ساعات فجر يوم الأربعاء، ويستمر تدفق هذا الهواء البارد باتجاه المملكة ويتعمق أكثر ليلة الأربعاء على الخميس، بحيث كما تلاحظون تسيطر على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام كتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ، وتغطي معظم المناطق سواء باتيت الشام أو الأراضي السورية الأردنية اللبنانية الفلسطينية. ولكن ذلك يتزامن مع تحرك المنخفض الجوي مع ساعات مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس، وابتعدا عن المنطقة جعل هذه الرياح تأثيراتها أكثر على شكل موجة من الجليد والانجماد وتراجع في فرص الأمطار، بحيث نعيش ليالي قارسة البرودة في نهاية الأسبوع الحالي. دعونا نتعرف الآن على التسلسل الزمني لعبور الأمطار والجبهات الهوائية المرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يبدأ تأثير ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وهو مصنف من الدرجة الثالثة وهي الدرجة المتوسطة على عالية الفعالية، حيث يتوقع أن يبدأ مع ساعات مساء يوم الثلاثاء عبور جبهة هوائية باردة تدريجيا أجواء المملكة بدءا من المناطق الشمالية من المملكة، وتتقدم هذه الجبهة بشكل تدريجي كما تلاحظون نحو المناطق الوسطى ومن ثم الجنوبية، بحيث يكون التسلسل الزمني هو عبارة عن تحول الأجواء مع ساعات مساء يوم الثلاثاء تصبح باردة وغائمة وماطرة بدءا من المناطق الشمالية من المملكة، تمتد إلى المناطق الوسطى وصولا إلى المناطق الجنوبية. هذه الأمطار تكون أحيانا على شكل أمطار غزيرة ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط أحيانا لزخات البرد في بعض الأنحاء وبعض المناطق، كما أنه من المتوقع أحيانا أن تكون هذه الهطولات على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات فجر يوم الأربعاء، والتزامن مع تعمق الكتلة الهوائية القطبية الباردة يتوقع بدء تساقط الثلوج وتراكمها على حد سواء فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعا 1200 متر عن سطح البحر. سنتحدث بعد قليل عن المناطق بالضبط المشمولة بهذه التوقعات. خلال ساعات النهار أيضا ومع تعمق الهواء البارد تبقى فرص الأمطار قائمة وتساقط الثلوج قائم فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر، لكن مع وجود هذا الهواء البارد استمرار تدفقه باتجاه المنطقة والمملكة لا يستبعد أن تحدث أيضا تساقطات ثلجية أحيانا وعلى فترات دون ذلك الارتفاع، وإن تراكمت لكنها تتراكم بشكل محدود بشكل عام بمشيئة الله تعالى. ذات التوقعات تشير أن هناك عاصفة أو رياح قوية ستهب على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة مسببة موجات من الغبار الكثيف في المناطق الصحراوية، كما تشير ذات التوقعات إلى أن مناطق جبال الرشادية في الطفيلة تكون على موعد مع تساقط للثلوج الكثيفة.
بدءاً من ساعات مساء أو بعد عصر يوم الأربعاء يتوقع بمشيئة الله تعالى تراجع فرص الهطول كما تلاحظون، ويعني تلاشي تدريجي للسحب والغيوم في بعض المناطق، تصبح الزخات المطرية متباعدة زمنياً وجغرافياً، ولكن بسبب برودة الأجواء قد تسقط بعض الزخات الثلجية في بعض المناطق بشكل محلي مع ساعات المساء، ولكن مع دخولنا في ساعات الليل يتوقع تدني درجات الحرارة بشكل كبير وحدوث موجة من الجليد في أجزاء واسعة من المملكة، وذلك مع وصول درجات الحرارة إلى الصفر المئوي. هناك العديد من الطرقات ستكون في المملكة مبتلة وتحدث موجات من الجليد التي قد تكون خطيرة في بعض طرقات المملكة، وذلك مع ساعات مساء يوم الأربعاء وتمتد حتى ساعات صباح يوم الخميس. بالنسبة لتوقعات التساقطات الثلجية في المملكة، فتشير هذه الخرائط أو الخريطة التالية إلى الأماكن المتوقع تساقط بها الثلوج وأيضا سمكاتها. نبدأ من المناطق الجنوبية التي تعتبر الأوفر حظا في هذا المنخفض الجوي، حيث من المتوقع أن تحظى جبال الشرع سواء مرتفعات طبعا الرشادية أو حتى مرتفعات الشوبك والهيشة، وإضافة إلى مرتفعات جبل مبرك رأس النقب، وحتى أيضا في منطقة الكرك لواء المزار الجنوبي ومؤتة بتساقطات ثلجية اعتبارا من ساعات فجر يوم الأربعاء وتمتد حتى ساعات الليل. يتوقع أن تحدث تراكمات وسمكات كبيرة للثلوج أحيانا فوق جبال الرشادية على وجه التحديد، ربما تتجاوز 15 سنتيمترا وتتراوح ما بين 5 إلى 15 سنتيمترا في بقية مناطق جبال الشرع. في العاصمة عمان وجبال الوسطى من المملكة هناك فرصة لأن تحظى بعض الجبال العالية في تلك المناطق بربما تساقطات ثلجية لبعض الفترات وتراكمها كفرصة ضعيف، ولكن إن وجد يكون محدود بشكل عام، كما لا يستبعد تراكم وتساقط ثلوج أحيانا فوق أعالي جبال سوف أو جرش وعجلون العالية تحديدا في رأس منيف ومثلث القاعدة وأعالي جبال سوف خلال ساعات نهار يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية، اليوم الأجواء في يوم الثلاثاء الأجواء ستكون بوجه عام أجواء رياح نشطة باردة، الأجواء درجة الحرارة العظمى كحد أقصى في ساعات النهار 9 درجات مئوية، وهناك نشاط واضح وكبير على سرعة الرياح متوقع بمشيئة الله تعالى. لنتعرف أكثر على توقعات الأحوال الجوية خلال إذن الثلاثة أيام المقبلة، تكون إذن درجة الحرارة اليوم 9 درجات في ساعات النهار، الصغرى ليلا 4 درجات، انقلاب جذري على الأجواء مع ساعات الليل وهطول الأمطار وأجواء باردة. غدا الطقس سيكون الأبرد منذ بداية فصل الشتاء، أقصد غدا بيوم الأربعاء، درجة الحرارة العظمى 4 درجات مئوية في ساعات النهار وصغرى 2 درجتين مئويتين في ساعات الليل، وتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون أجواء شديدة البرودة في ساعات النهار وقارصة البرودة في ساعات الليل مع حدوث الانجماد. لاحظوا معي يوم الخميس أجواء تستقر، درجة الحرارة 7 درجات مئوية في ساعات النهار، لكن ليلا 2 درجتين مئويتين مع أجواء في ساعات النهار شديدة البرودة وفي ساعات الليل قارصة البرودة بشكل عام. نتعرف سوية على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها من الشمال في إربد 13.7، المفرق 11.6، هذه درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء، جرش 11.5، وفي عجون 10 إلى 5 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة عمان 9 إلى 4 درجات مئوية، في الصلد 13 إلى 7، تكون في مأدبة من 10 إلى 5 درجات مئوية، في البحر الميت من 19 إلى 11 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 12 إلى 7 درجات مئوية. جنوبا في الكرك 7 درجات إلى 3 درجات في ساعات الليل، 10 إلى 4 في الطفيلة، 8 إلى 2 في جبال الشراء، 11 إلى 5 في معان، وفي خليج العقبة من 19 إلى 12 درجة مئوية. أما في شرق المملكة فتكون العظمى فيها في رويشد من تقريبا 13 إلى 6 درجات مئوية، وفي الصفاوي من 13 إلى 5، وفي الأزرق من 14 إلى 6 درجات مئوية. ختام هذه النشرة ببعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة، يبان تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة. التوصية الأولى هو من انتباه الشديد أثناء القيادة في طرق المرتفعات الجبلية بسبب مخاطر الانزلاقات سواء الناتجة عن تساقط البرد أو الثلج بحسب المنطقة. الأمر الآخر هو من مخاطر تراكم الثلوج المتوقع خاصة في جبال الشراء وفوق المرتفعات الجبلية يزيد ارتفاعا 1200 متر عن سطح البحر، وطبعا دائما ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. كونوا معنا في المزيد من النشرات الجوية أولا بأول لتغطية أحدث التفاصيل عن هذا المنخفض الجوي، كونوا معنا دائما عبر منصات طقس العرب أو حتى تحميلكم تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.